بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. الدرس الثاني. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. نواصل الحديث معكم في موضوع الحج وبيان أحكامه، والآن نتحدث عن بيان المواقيت التي إذا مر بها الحاج في طريقه إلى مكة لا يجوز له أن يتعداها بدون إحرام. فالمواقيت جمع ميقات، وهو لغة الحد، وشرعا هو موضع العبادة أو زمنها. اعلموا وفقني الله وإياكم أن للحج مواقيت زمنية ومكانية. فالزمنية ذكرها الله بقوله: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وهذه الأشهر هي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، أي من أحرم بالحج في هذه الأشهر فعليه أن يتجنب ما يخل به من الأقوال والأفعال الذميمة، وأن يشتغل في أفعال الخير ويلازم التقوى. وأما المواقيت المكانية فهي الحدود التي لا يجوز للحاج أن يتعداها إلى مكة بدون إحرام، قد بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، هن لهن، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة، متفق عليه. ولمسلم من حديث جابر: ومهل أهل العراق ذات عرق. لما كان بيت الله الحرام معظما مشرفا جعل الله له حصنا وهو مكة، وحما وهو الحرم، وللحرم حرم وهو هي المواقيت التي لا يجوز تجاوزها إليه إلا بالإحرام، تعظيما لبيت الله الحرام. وأبعد هذه المواقيت بالحليفة، ميقات أهل المدينة، وبينه وبين مكة مسيرة 10 أيام، وميقات أهل الشام ومصر والمغرب الجحفة قرب رابغ، وبينها وبين مكة 3 مراحل، وبعضهم يقول أكثر من ذلك. وميقات أهل اليمن يلملم، بينه وبين مكة 2 مرحلة. وميقات أهل نجد قرن المنازل، ويعرف الآن بالسيل، وهو 2 مرحلة عن مكة. وميقات أهل العراق وأهل المشرق ذات عرق، بينه وبين مكة 2 مرحلة. فهذه المواقيت يحرم منها أهلها المذكورون، ويحرم منها من مر بها من غيرهم وهو يريد حجا أو عمرة. ومن كان منزله دون هذه المواقيت فإنه يحرم من منزله للحج والعمرة، ومن حج من أهل مكة فإنه يحرم من مكة، فلا يحتاجون إلى الخروج للميقات للإحرام منه بالحج. وأما العمرة فيخرجون للإحرام بها من أدنى الحل. ومن لم يمر بميقات في طريقه من تلك المواقيت أحرم إذا علم أنه حال أقربها منه. يقول عمر رضي الله عنه: انظروا إلى حذوها من طريقكم، رواه الإمام البخاري. وكذا من ركب طائرة فإنه يحرم إذا حال أحد هذه المواقيت من الجو، فيتهيأ للاغتسال والتنظف قبل ركوب الطائرة، فإذا حال الميقات نوى الإحرام ولبى وهو في الجو. ولا يجوز له تأخير الإحرام إلى أن يهبط في مطار جدة فيحرم من جدة أو من بحرة كما يفعل بعض الحجاج، فإن جدة ليست ميقاتا وليست محلا للإحرام إلا لأهلها
أو لمن نوى الحج أو العمرة منها، فمن أحرم منها من غير أهلها ومن في حكمهم فإنه يكون قد ترك واجبا وهو الإحرام من الميقات الذي مر به، فيكون عليه فدية. وهذا مما يخطئ فيه كثير من الناس اليوم، فيجب التنبه له. بعضهم يظن أنه لا بد من الاغتسال للإحرام، فيقول أنا لا أتمكن من الاغتسال في الطائرة ولا أتمكن من كذا وكذا. والواجب أن يعلم هؤلاء بأن الإحرام معناه نية الدخول في النسك مع تجنب محظورات الإحرام حسب الإمكان. والاغتسال والتطيب ونحوهما إنما هي سنن، وبإمكان المسلم أن يفعلها قبل ركوب الطائرة، وإن أحرم بدونها فلا بأس، فينوي الإحرام ويلبي وهو على مقعده في الطائرة إذا حاز الميقات أو قبله بقليل. ويعرف ذلك بسؤال الملاحين التحري والتقدير، فإذا فعل ذلك فقد أدى ما يستطيع، لكن إذا تساهل ولم يبالي فقد أخطأ وترك الواجب من غير عذر، وهذا ينقص حجه وعمرته. ويجب على من تعدى الميقات بدون إحرام أن يرجع إليه ويحرم منه، لأنه واجب يمكنه تداركه فلا يجوز تركه، فإن لم يرجع فأحرم من دونه من جدة أو غيرها فعليه فدية، لأن يذبح شاة أو يأخذ سبع بدنة أو سبع بقرة ويوزع ذلك على مساكين الحرم ولا يأكل منه شيئا. فيجب على المسلم أن يهتم بأمور دينه، لأن يؤدي كل عبادة من عباداته على الوجه المشروع، ومن ذلك الإحرام للحج والعمرة. يجب أن يكون من المكان الذي عينه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيتقيد به المسلم ولا يتعداه غير محرم، فإن الله جعل هذا البيت معظما، وجعل المسجد الحرام فناء له، وجعل مكة فناء للمسجد الحرام، وجعل الميقات فناء للحرم، وأمر الله بتعظيم هذا البيت وتعظيم هذا الحرم، وذلك بالإحرام عند القدوم عليه لأداء النسك. فيجب تعظيم ما عظم الله وأمر بتعظيمه بالكيفية التي شرعها الله سبحانه، وهي الإحرام من المكان المحدد. قال الله تعالى: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. قال تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.